من اي بلدين. دكتور كمال، التراجع في الصادرات او التبادل التجاري، رغم ان حضرتك بتقول ان المؤشرات في اخر 3 شهور مبشره ان احنا هنعود، ولكن هو اجمالا برضو رقم لا يليق وانت قلت واعترفت بكده ان احنا مش راضيين عنه، ووافقك الراي الاستاذ محمد عادل حسني. التراجع ده سبب كورونا بس، ولا احنا ايه اللي موجود اصلا؟ ايه اللي بيخلي الموضوع ما بيننا وبين المغرب رغم هذا التاريخ الطويل والكيمياء اللي موجوده ما بين الشعبين؟ يعني احنا بنحب المغاربه والمغاربه بيحبونا، يعني ايه اللي بيعطل بالظبط حركه التبادل التجاري ما بيننا وبينهم؟ بص، هو البيزنس والتجاره دايما بيبحث عن الارباح. تمام. وللاسف العلاقات ما بين معظم الدول العربية وانتظام حركات التجارة والملاحة وخطوط الشحن سواء بري أو بحري أو القوانين المنظمة لكده، الحقيقة فيها صعوبات كتيرة وبتواجه صعوبات كتيرة ولازم من التدخل عشان تتحل. المغرب للأسف المسافة بيننا وبينها طويلة وما فيش خطوط شحن منتظمة سهلة. يعني أنا أقدر أصدر لأي دولة أوروبية، اصدر للصين مثلا ارخص من ان انا الحاويه مثلا لو بصدرها سي ب $1000 للصين، ممكن اصدرها المغرب بثلاثه او باربعه. ليه؟ لعدم انتظام خطوط الشحن. فلا بد من ان احنا يبقى عندنا خطوط شحن بري وتتفتح المواني ويبقى في، يعني دي حلول سريعه جذريه. ايوه تمام. الحاجه الثانيه القوانين المنظمه، ها معقول ان انا استورد من دوله اوروبيه بزيرو جمارك وما اجي استورد من المغرب يبقى عليه جمارك؟ ما ده كلام برضو مش لوجيك. ونفس الحكايه هو بتاع المغرب، لما بيجي الدولة المغربية تيجي تستورد من أوروبا تستورد بسيرو جمرك، نيجي نصدر من مصر يبقى عندنا مشاكل. هنا ما أستاذ محمد قال لك وين وين، ده اللي احنا بقى ده اللي عملته معالي وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جمع مع معالي وزير التجارة والصناعة المغربي، ان احنا بنبحث في المشاكل اللي موجودة فعليا. لان هم مثلا في صناعة السيارات عندهم صناعة معينة، لكن الكومبوننت والقطع الغيار ممكن نطلع من مصر، الازاز والكابلات والضفره العربيه والكراسي، نطلع جزء كبير جدا من المكونات بتاع العربيه دي اللي بتتصنع في المغرب. وبالتالي النهارده العالم كله اتجه للتكتلات والتكامل. هو ده اللي قاله محمد بيه، لازم احنا الاثنين نكسب وين وين. لازم الدوله المغربيه والدوله المصريه يحققوا الهدف المرجو من التعاون ده. النهارده ما بقاش فكره ان انا ابيع للمغرب بس وبعدين المغرب تصدر لي، لا، احنا لازم نجذب استثمارات من المغرب تيجي هنا تشتغل في مصر، في نفس الوقت ندعو المستثمرين المصريين ان هم يطلعوا يفتحوا كمان مصانع في المغرب، ومن المغرب يقدروا ينطلقوا لاوروبا واستغلوا الميزه النسبيه اذا كان في اي يعني اتفاقيات دوليه ما بين المغرب ودول اوروبا، يبقى يستفيد بره تستفيد بها الحكومه المصريه او الدوله المصريه. نفس الحكايه المغرب له علاقات قويه جدا مع دول الخليج وعنده حجم تبادل تجاري يتجاوز المليار وشويه. فالنهارده ممكن مصر البوابه بتاعته ممكن من خلالنا يزيد طبعاً. صحيح. فكل دي نقط احنا بنبحث فيها دلوقتي، ودي من اهم النقاط اللي موجوده في مجلس الاعمال المصري المغربي، ونقدر نتباحث ممكن مع الجمعيه ونعمل زيارات ونوسع الافاق ونطرح كل المشاكل ونطرح الحلول بتاعتنا. طب ليه يا استاذ محمد مثلا الجمعيه ما تنظمش مثلا ملتقى او منتدى او لقاء مع المسؤولين في المغرب، سواء السفاره هنا في القاهره؟ انا اعلم ان علاقتك جيده جدا بالسفير السيد احمد التازي والاخوه في السفاره والتمثيل التجاري هنا في القاهره، ويتعامل حتى لو على زوم ميتنج مثلا مع الناس ديت، نشوف بالظبط ما هي المعوقات. لان انت النهارده حركه بضائع، الدكتور كمال بيقول حركه البضائع احنا عمالين نشد وجذب وفي اراده من المستثمر المصري ان هو يروح السوق المغربي، وفي اراده من المستثمر المغربي انه ينزل السوق المصري، لكن هو اللي بيتعمل دلوقتي اللي احنا الاول بنشوف المعوقات من عندنا لهناك عشان ناخدها ونبتدي نعالجها معاهم. لكن انا